حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. رداً على هجومها الصاروخي، توقعات بأن تستهدف تل أبيب المنشأة النووية الإيرانية. الحرب على غزة تقترب من ذكرها السنوية الأولى، والاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين، واستشهاد 79 شخصا وإصابة العشرات. في حادثة إنسانية صعبة وبعد مغادرتهم اليمن، وفاة 45 مهاجرا إفريقيا وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي. أهلا بكم. الحرب في لبنان على أشدها بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. قال موقع الجزيرة إن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين في مواجهات واشتباكات مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان. وكان حزب الله قد قال إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. وقد شنت إسرائيل غارتين على بلدتي عيترون وجنتا جنوب وشرقي لبنان، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 4 مسعفين. أما القصف المتبادل فقد قالت إسرائيل إنه تم إطلاق 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، واندلاع حرائق في أماكن متفرقة. وقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان 24 بلدة لبنانية بالإخلاء، كما أعلن ضم فرقة جديدة للمشاركة في الهجوم البري على جنوب لبنان. أثار تصريح متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري مخاوف بشأن وضع منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وكان هاجاري قد قال إن خطط عملنا جاهزة للرد على الصواريخ الإيرانية، وسنقرر كيف ومتى وأين نرد. تعليقا على ذلك، نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن احتمالات الرد الإسرائيلي على طهران، وقالت إن هناك 3 أهداف محتملة. وبحسب موقع والا العبري، فإن إسرائيل قد تستهدف خلال أيام منشآت نفط إيرانية وتغتال مسؤولين كبارا وتدمر أنظمة دفاع جوي مخصصة لحماية منشآت نووية. الموقع العبري نقل عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم أن أحد أهداف مثل هذا الهجوم قد يكون منشآت نفطية. وبعد إطلاق الصواريخ الإيرانية، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اجتماعا استمر عدة ساعات. وفق موقع والا، فقد قال مسؤولان إسرائيليان رفيعان إن الاجتماع انتهى إلى أنه سيكون هناك رد عسكري إسرائيلي كبير ضد إيران، ولكن دون قرار واضح بشأن ماهية الرد. نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن أحد أسباب عدم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الوزراء هو أن مكتب رئيس الوزراء أراد عقد جولة تنسيق مع الإدارة الأمريكية. وربما يؤيد هذا التوجه الصريح الذي أدلى به وزير المالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، والذي قال إن إيران تريد تدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالوصول إلى القنبلة النووية. وبعد ساعات من إطلاق إيران 200 صاروخ نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية في عمق الكيان الصهيوني ب3 صواريخ مجنحة من نوع قدس 5. قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن الصواريخ وصلت إلى أهدافها بنجاح، وإن جماعته لن تتردد في توسيع نطاق العمليات. متحدث الحوثيين العسكري قال أيضا إن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار. بعنوان جرائم الحرب والنفاق الغربي، كتبت كيتلين جونستون مقالا في موقع كونسورتيوم نيوز وترجمه إلى العربية على الدين أبو زينة لصحيفة الغد الأردنية. نتابع بعض ما جاء في المقال.
يتم تلقين الغربيين منذ ولادتهم الاعتقاد بأنهم يعيشون في مجتمع جيد في الأساس مع حكومات هي على الرغم من عدم اتسامها بالكمال تظل أعلى بكثير من الطغاة والمستبدين الفاسدين في الجنوب العالمي. إن النفاق والتناقض ليسا شرين أخلاقيين كبيرين في حد ذاتهما، لكنهما غالبا ما يشكلان غطاء لشرور أخلاقية كبيرة. إن الاعتراف بالمشاكل الموجودة في عالمنا هو الخطوة الأولى لحلها، هذا ما يعمل عليه الدعاة ومدير الإمبراطوريات لمنعنا من القيام به. الشيء الصحيح الذي يجب فعله عندما يتحدث القادة الغربيون عن حقوق الإنسان أو يدينون الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المعادية هو السخرية منهم ورفضهم. إنهم لا يقولون أبدا ما يقولونه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أو جعل العالم مكانا أفضل، إنهم يقولون فقط ما يقولونه لتقويض أعدائهم حتى تتمكن الإمبراطورية الغربية من حكم العالم وتكون الوحيدة التي تدير الانتهاكات وتمتلك حق ارتكابها. وينطبق الشيء نفسه على الصحافة الغربية السائدة، سوف تراهم وهم يتجاهلون تماما الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، بينما يظهرون اهتماما هائلا بالانتهاكات المزعومة من قبل الجماعات التي تستهدفها الإمبراطورية، غالبا بناء على أدلة واهية للغاية. اسخر منهم وارفضهم عندما يتصرفون وكأنهم يهتمون بانتهاكات حقوق الإنسان. إنهم لا يهتمون، إنهم يريدون فقط التأكد من أن هيكل السلطة التعسفي الذي يقومون بالدعاية له هو الذي يكون في موضع المسؤولية. بعد أيام سيعيش العالم الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، وهي ذكرى ستثير الكثير من مشاعر الغضب ضد دولة الاحتلال على ما تمارسه من جرائم مستمرة بحق سكان غزة. في جديد المأساة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة إلى 79 شهيدا، منهم 53 شخصا في خان يونس. وقال موقع الجزيرة نت إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في مدينة غزة ومعهد الأمل للأيتام. ذكر مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي توغل بشكل مفاجئ في تلك المناطق وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل الفلسطينيين، وأن أي شخص يتحرك هناك. وأيضا أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات. حتى الآن وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد وصل عدد الشهداء في غزة منذ بداية الحرب إلى 41,689 شهيدا ونحو 97,000 مصاب. بعنوان الصراع الإيراني الإسرائيلي المباشر، كتب عبد الرحمن الراشد مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، نورد هنا أهم ما جاء فيه. في 40 سنة كان أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل فقط في أبريل الماضي والثاني البارحة، وإسرائيل توعدت أمس بأنها سترد. ومن ثم نحن في مرحلة ثانية من الصراع بين القوتين الإقليميتين. إيران وإسرائيل لسنين طويلة منخرطتان في لعبة حرب خطيرة ومعقدة. الدولة اليهودية لم تتوقف عن تطوير قدرات عسكرية موجهة ليوم الحرب الحاسمة، خطت لذلك اليوم مع حليفها الغربي. إيران في المقابل بنت قدرات عسكرية وبنت طوقاً تحاصر به إسرائيل من خلال وكلاء في اليمن وغزة والعراق وأخطرهم في لبنان، بهدف توازن القوة مع إسرائيل والوصول إلى مرحلة تفرض فيها إيران مطالبها الإقليمية. جعلت حزب الله أهم أصولها بنحو 30,000 مقاتل وترسانة من 120,000 صاروخ وفق خريطة الأهداف الإيرانية ضد إسرائيل. هذا التوازن المعقد هو ما حال دون المواجهة العسكرية المباشرة، حيث دارت كل الحروب الماضية بين إسرائيل مع وكلاء إيران.
أحداث الأيام الماضية تكشفت أهدافها تدريجياً، فقد تعمد الإسرائيليون عدم كشف نياتهم إلا بعد تحقيقها، وهي مواجهة إيران أخيراً. كانت تتحدث فقط عن منطقة جنوب نهر الليطاني، ثم اتضح أن الهدف جنوب بيروت وحسن نصر الله تحديداً. هذه الحرب مختلفة من دون قواعد اشتباك ومن دون خطوط حمراء، فقد استهدفت إسرائيل قيادات وترسانة حزب الله بشكل مباشر وحققت تدميراً هائلاً، في حين أن حرب 2006 هدفها كان إجبار الحزب على تسليم الجنود المختطفين والجثامين فقط. بنظرة مختلفة يمكن عد هجوم إيران أمس إعلاناً عن وفاة حزب الله، فهي تقوم بالدور الذي كان مهمة الحزب. بعد خسارتها حزب الله لم يعد أمام إيران سوى طريقين، إما المواجهة المباشرة كما فعلت البارحة، أو التوصل إلى حل سياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية مهما كان الفائز. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة غرق 45 مهاجراً ونجاة 32، فضلا عن فقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي بعد مغادرتهما اليمن. بحسب موقع بلقيس، فقد أكدت المنظمة الأممية أن حادثتي غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي أسفرتا عن غرق 45 مهاجرا بشكل مأساوي وفقدان آخرين. وأوضحت أن القاربين غادرا اليمن وعلى متنهما 310 أشخاص دون ذكر جنسيتهم، فيما نجا منهم حتى الآن 32 فردا. يقول الموقع: يعد اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الأفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم إلى الانتقال منه إلى دول الخليج وخاصة السعودية. في 25 من شهر أغسطس الماضي وقعت حادثة مماثلة تسببت بغرق 13 شخصا وفقدان 14 آخرين جراء غرق قارب يقل مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل محافظة تعز. بعنوان: نحن والحقوق الأساسية، كتب عامر بدران مقالا في موقع رصيف 22 عن الحرب التي تجري في الشرق الأوسط. نتابع بعض ما جاء في المقال. كان كل هذا متوقعا، فكل صاحب عقل كان يعرف أن الأمور سوف تتدحرج إلى حرب طويلة لا تبقي ولا تذر. أما استخدامي لمصطلح حرب طويلة فهو مقصود ويهدف إلى تلافي الدخول في توصيفات من قبيل حرب شاملة وحرب موسعة أو حرب استنزاف. أقصد أن ما يحدث وسيحدث هو حرب طويلة تنتهي بصفقة كبيرة مع كل الأطراف وتعيد تشكيل خارطة الشرق الأوسط بما يضمن مصالح اللاعبين الإقليميين القدماء منهم الجدد، بالحد الذي يخلق استقراراً ولو هشاً للمنطقة ومكوناتها إلى عقود طويلة. الحرب الشاملة تعني أن المنطقة كلها وبكل مكوناتها ستكون مادة لحرب حقيقية يحارب فيها الجميع وتتم محاربتهم. أما الحرب الموسعة فهي نسخة أقل قليلاً من الشاملة، ولكنها تخاض بنفس الدوافع ولنفس الأهداف. فيما يخص حرب الاستنزاف، فإن الطرف الأضعف يقوم بضربات بين حين وآخر نحو عدوه لاستنزاف طاقاته، وذلك من أجل إخضاعه فيما بعد للشروط التي لم يستطع تحقيقها في المواجهة المباشرة السابقة. لكن حرباً طويلة هي ما تقوم بها إسرائيل، وهي من يختار الهدف وتوقيت الهجوم عليه أو تأجيله إن لزم الأمر، إلى حين الانتهاء من الهدف الذي سبقه على القائمة. وهذه الحرب، وبعكس ما يتم ترويجه لنا إعلامياً، مضبوطة الإيقاع وواضحة الأهداف، وإلا ما الذي يجعل من بعضنا قادراً على توقع كل خطوة في مسارها، وبالتالي مآلاتها منذ أن بدأت في 8 أكتوبر من العام الماضي، إذ لا أظن أن هذا التوقع والذي يصيب في كل مرة ناتج عن قدرات غيبية، بل هو من صميم معرفة كيف يفكر أعداؤنا وما الذي يريدونه في نهاية المطاف. وبناء على ذلك يمكن بسهولة معرفة الخطوة التالية، وحتى معرفة المحتجين عليها والمؤيدين لها.
منذ نشأة المقاهي في العالم لعبت هذه الأماكن باعتبارها أماكن تجمعات لعبت دورا ثقافيا واجتماعيا مهما وأحيانا سياسيا. اليمنيون في صنعاء يعرفون مقهى مدهش، وهو مقهى صغير يقع في وسط شارع التحرير. برنامج كشك الصحافة ترجم تقريرا نشره موقع أفريقيا نيوز الناطق بالفرنسية عن هذا المقهى الذي صار ملاذا ثقافيا للمهاجرين الأفارقة. وقال الموقع: حل مقهى مدهش المؤثث بتواضع والمليء بالحيوية والصخب محل المراكز الثقافية الأخرى التي أغلقت بسبب الحرب، وهو اليوم يرحب بالمثقفين على فنجان من الشاي أو القهوة. يقول الشاعر اليمني زياد القحم: في الآونة الأخيرة استعاد المقهى مكانة مهمة باعتباره مركزا للشعراء والأدباء والمثقفين من خلال استضافة المناقشات والفعاليات الثقافية. علي إبراهيم شاب من إثيوبيا تعرف على المقهى وقال عنه: إن القهوة الصغيرة التي يقدمها هي تذكير له بوطنه. وأضاف: عندما وصلنا إلى اليمن لم يكن لدينا المال لشراء شيء نشربه. رحب بنا اليمنيون وكانوا لطفاء معنا. كان ذلك قبل 5 سنوات. القهوة التي أشربها هنا تشبه إلى حد كبير القهوة التي كنت أشربها في الوطن. يقول الشاب الصومالي أحمد نور علي: وصلنا إلى هنا في التسعينيات في بداية حرب الصومال. وجدنا الحياة مريحة هنا وعشنا إلى جانب إخواننا اليمنيين لمدة 33 عاما. لن نذهب إلى أي مكان، نحن باقون هنا. صور اليوم حول القصف الإسرائيلي على غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي 10 منازل، ما أدى إلى مقتل 53 فلسطينيا، 13 منهم من عائلة واحدة. نتابع. إليكم أبرز رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها في جولتنا الأخيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.